لو جاءكم احد ليحمل اللغه الى اليونانيين ما كنتم تصنعون به ايها القوميون؟ هو لم يقل القوميين، هنا اقول القوميين، ربما هو سيعود الى دمشق، انا لن اعود اليها. فقال للبعثيين ما كنتم تصنعون به؟ قالوا نقدسه. قال محمد اوصل العربيه الى مشارق الارض المغاربه. على هذا نمر مباشره الى المداخله الثانيه للاستاذ سعيد يقطين، استاذ بكليه الاداب والعلوم الانسانيه بالرباط، مختص في السرديات، له عده مؤلفات في الروايه، السرد العربي والقديم والحديث، ومهتم بالثقافه ايضا الرقميه. عنوان المداخله هو طبعا التفاعل الثقافي وثقافه التفاعل، فليتفضل. مشكورا. شكرا جزيلا سي احمد، السلام عليكم ورحمه الله. نعم، مسرور جدا بهذا اللقاء، ومنذ أن اتصل بالدكتور محمد الجريج لمشاركتي فيه سعدت لسببين. السبب الأول أنه مناسبة للاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، وثانيا لأنه يتصل بالعلاقة التي تربط المملكة المغربية بجمهورية أبي النجار، وهذان الحدثان في رأيي كفيلان بتقديم بعض الملاحظات أو بعض الأفكار التي سأريدها كعناصر للتفكير، لأني أرى كما ورد في الكلمات التي استمعنا إليها إلى الآن أن اللغة العربية لم تبقى لغة العرب فقط، إنها لغة عالمية، والذين يمكن أن يسهموا في خدمتها على المستوى العالمي ينبغي أن يكونوا من العرب، وفي ذلك أيضا تعزيز للعلاقات بين الشعوب العربية والشعوب الإسلامية. وفي هذا الإطار أنوه بمجهود جمعية الصداقة المغربية الأذربيجانية لما تقوم به من مجهودات لتعزيز العلاقات بين المغرب والأذربيجان، وأتمنى أن لا تكون المناسبتان، أي مناسبة اليوم العالمي وتنصيب السفير الجديد، مناسبة طارئة، لأني أتمنى هذا النوع من اللقاءات أن يكون متواصلا ومستمرا على المستويات كافة وعلى المستوى الثقافي بصورة خاصة، لأني أرى أن العامل الثقافي هو الذي يمكن أن يوطد العلاقة بين الشعوب كيفما كان نوعها، وخاصة في عصرنا الحالي الذي أعتبره عصر الذي يفرض التفاعل بين الشعوب. لذلك جعلت ورقتي تحت عنوان التفاعل الثقافي وثقافة التفاعل، ونفضل هذا المصطلح التفاعل الثقافي على الحوار وعلى المثقفة أو التثقف أو التداخل الثقافي أو ما شكل ذلك، رغم أن كل هذه المصطلحات الأخرى تدخل في نطاق التفاعل. أميز بين نوعين من التفاعل الثقافي: التفاعل داخلي يكون داخل الجماعة الاجتماعية، لابد من أن يكون بينها هذا التفاعل لكي تصل إلى الفعل الثقافي الذي يؤهلها لكي تكون قادرة على ممارسة التفاعل على المستوى الخارجي. لذلك فأنا أعتبر أن التفاعل داخل المغرب بين المكونات المختلفة والمتعددة والمتنوعة ينبغي أن تنبني على أساس هذا التفاعل كما سأوضحه، لأن هذا هو الذي يمكن أن يعطي نوعا من الدعامة ونوعا من الحصانة للقيام بتفاعل على المستوى الخارجي. التفاعل الداخلي تلعب فيه التربية، تلعب فيه الثقافة، تلعب فيه التكوين، أهم المقومات التي تجعل فعلا مؤسسا على قيم، على أخلاق، على تاريخ، وبالتالي هو الذي يمكن أن يجعلنا نقول إننا جميعا مغاربة ولنا فعل ثقافي واحد هو الذي يحدد مغربيتنا ويجعلنا قادرين على التفاعل مع الآخر كيفما كان جنسه أو عرقه أو لغته أو تاريخه. النوع الثقافي، التفاعل الثقافي الذي اسميته الخارجي، يمكن أن نحدده في نوعين: الأول
يحدث في فترات السن، وذلك يكون عن طريق تبادل تجاري، العلاقات الاقتصادية، علاقات حسن الجوار أو ما شابه ذلك. وفيه تتبادل مجموعتان اجتماعيتان العلاقات الثقافية التي يستفيد أحدها من الآخر. وفي التاريخ جزء أساسي من الحضور الإسلامي خارج الجغرافيا، خارج الجزيرة العربية، كان سنيا ولم يكن عن طريق الفتوحات. النوع الثاني يحدث في فترات الحرب، ويمكن أن نعتبر الفتوحات وجزءا من ذلك التي كانت وراء رسالة معينة، وهي رسالة إسلامية، أو ما حدث مع الاستعمار، رغم أن هناك في رأيي فرق كبير جدا بين الفتوحات الإسلامية والاستعمار على هذا المستوى. هذا المستوى الخارجي الثاني، النوع التالي، يبين لنا أن العلاقة بين الثقافتين، ثقافة الغالب وثقافة المغلوب، وهي قد تتخذ صورا متعددة، كأن تكون ثقافة المغلوب هي التي تؤثر في ثقافة الغالب، أو أن ثقافة الغالب تمارس نوعا من الهمم. وعندما نتحدث مثلا عن الاستعمار، سنجد أنه كان يمارس هيمنته على الثقافة المغربية مثلا، أو على كل الشعوب المستعمرة، بل إنه يمارس نوعا من الإلغاء لثقافة الغرب. وفي هذه الحالة لا يمكننا أن نتحدث عن تفاعل ثقافي، ولكن عن هيمنة ثقافية. ومقابل هذه الهيمنة الثقافية يمكن أن نتحدث عن هيمنة تبعية، عندما تكون المستعمرة أو التي تدخل في علاقة مع ثقافة الآخر ترى أنها بدون ثقافة تؤهلها لكي تكون في مستوى الثقافة الأخرى فتجربها، أو على العكس من ذلك ترى أن ثقافتها هي أجدر بالاهتمام، وفي نطاق هذه العلاقة يغيب التفاعل. لماذا؟ لأن الغالب والمغلوب يتخذ كل واحد منهما موقفا من الثقافة الأخرى، فلا يحصل التفاعل. وأرى أنه في منذ عصر النهضة إلى الآن، يعني منذ دخول العالم العربي تحت سيطرة الإسلام، تحت سيطرة الاستعمار، كانت هذه العلاقة. فالغرب كان يرى بأن هذه البلدان لا ثقافة لها، وبالنسبة للعالم العربي كان يرى بأن ثقافته أجدر بالاهتمام، وبالتالي ظل دائما هذه الثنائية بين الأصالة والمعاصرة التي ما تزال مطروحة إلى الآن، وأرى أنه لا يمكن حلها إلا بما نسميه ثقافة التفاعل. ثقافة التفاعل لا تنطلق من عقدة، لا تنطلق من نقص، في لأن تجاوز هذا النقص ينبع ليس من اعتبار الثقافة الذاتية هي ثقافة المطلقة والنهائية والمنغلقة على نفسها، هي ثقافة منفتحة قابلة للحوار، قابلة للتجدد، قابلة للتفاعل مع الثقافات الأخرى كما كان نوعها. وبالتالي فهذا ثقافة التفاعل، عندما ننطلق من هذا التصور، أرى أن ثقافتنا الذاتية لها مقوماتها، أن اللغة العربية التي نعتبرها مقوما مركزيا وإلى جانب الإسلام في هذه الثقافة، وبالتالي سنتجاوز ثنائيات التقليد والمحاكاة أو الاستيراد وما شابه ذلك من المصطلحات التي تدخل في نطاق علاقتنا مع الثقافات الأخرى. وأرى أن تبني ثقافة التفاعل تنطلق أولاً من محاولة تحصين الذات الثقافية، معرفة العصر الذي نعيش فيه. العصر الذي نعيش فيه الآن هو مبني على التفاعل، الوسائط المتفاعلة الآن صارت تفرض وجودها على الصعيد العالمي، وبالتالي فنحن مضطرون للانخراط في هذا العصر الذي نعيش فيه، وذلك عن طريق ثقافة الاعتراف بالثقافات الأخرى، أي لا تبقى عندنا تلك النظرة المتعالية لثقافتنا، وهذا سيسمح لنا بالحوار مع الثقافات
الأخرى بإقامة علاقات مع الشعوب المختلفة، وفي ذلك ترجمة لما نعمل من أجله جميعاً، وهو ثقافة الحوار، ثقافة التلاقح، ثقافة التثاقف مع الآخر. وهذا لا يمكن أن يحصل إلا بالتعرف والاستيعاب الدقيق للثقافات الأخرى، لأنه بدون التعرف على تلك الثقافات الأخرى لا يمكننا نهائياً أن نؤسس ما نسميه ثقافة التفاعل. بل إن حتى الاستعمار، وإن كان بطبيعة الحال استعمار له توجه خاص تجاه ثقافة الشعوب التي استعمرها، فجزء أساسي من مثقفي الاستعمار خدموا ثقافة الشعوب المستعمرة خدمات لم يخدمها أحيانا كثير من أبناء ثقافة المبنى الثقافات. لذلك أرى مثلا ونحن نتحدث عن الاستشراق أن ما كتبناه عن الاستشراق السلبي الذي يركز على التبعية، يركز على الهيمنة، ولكننا ألغينا الاستشراق الذي لعب دورا كبيرا جدا في خدمة الثقافة العربية الإسلامية. بل بواسطة الانطلاق من الوعي بقدرتنا على التفاعل بالحوار مع الثقافات الأخرى، بالانفتاح عليها، باستيعابها الاستيعاب الدقيق، يمكننا أن نتجاوز المصطلحات التي تتكرر في أدبياتنا عن استيراد، عن محاكاة الغرب وما شابه ذلك. وهذا الانخراط في العصر كما أسميته هو الذي يمكن أن يساعدنا على إنتاج ثقافة عربية قابلة للانفتاح وقابلة للحوار مع الثقافات الأخرى، وقابلة كذلك للاستفادة منها بدون أي عقدة. وأرى أن مثل هذه المناسبات، أي تعبيد العلاقات مع الشعوب الذين لهم تمثيلية في بلادنا عن طريق فتح ورشات العمل على المستوى التربوي، على مستوى النشاط الثقافي، تبادل الخبرات، الاستفادة من الخبرات المتعددة، أرى أن هذا هو الذي يمكن أن يؤكد ما نسميه ثقافة التفاعل، وهو الذي يجعل التفاعل الثقافي إيجابيا يخدم كل الشعوب ويؤدي إلى ما نرجو الوصول إليه في هذا العصر الذي يمكن أن نسميه عصر التفاعل، للصورة التي تضمن للمجتمعات جميعا أن تعيش في الرخاء وأن تعيش في السلام. شكرا جزيلا لكم.